سعد على الوعد في فلاشة عطي مثل وفي مثل نبي قناعات أنا وسعد على الوعد في فلاشة يعطي مثل مرة صبي أنا مدير أنا وسعد على الوعد في فلاشة يعطي مثل نبي قناعة أنا وسعد على الوعد في فلاشة يعطي مثل نبي قناعة مرة غني مرة فقير مرة صبي مرة مدير مرة غني مرة صبي مرة مدير أنا وسعد على الوعد في فلاشة أيوة بكرة الوعد بعده وبعد وإحنا مصفات وإحنا بعد على الوعد في فلاشة تحية مثل مرامة معاً تحية مدام كورونا كام طالع ابو خيط اشوف الساعه قاعد تمرجح البيت تعرف تسبح يعني ابو هلال ايه شبلاك ما تسبح خايف يا انتم شبلاكم يا الربع ليش حاطين دمكم ودوب انا اصلا ما اعرف اسبح اخاف من الماي خاف من الماء كأن اللي هناك ده ابو هلال جوزنا ده انت ايش تبين في العالم ازاي هو قايل لمراته انه بيسافر افريقيا يا اميره احنا جايين هنا نستانس وما علينا من حد سوي نفسك ما شفتي شيء طبعا ما انت لازم تدافع عنه ما كلكم كده الرجاله زي بعض استمتعت اليوم والماي بارد عجيب لا روح سخنه شفت شلون سامح نزل لا اخطبوط بالبحر عجيب عجبك حلوه المرجيحه أقول يا بنات إيش رأيكم نسافر مع بعض؟ بصراحة يبي لها سفرة على وين بنروح؟ أنا بليز أهم شيء أنت سواق ونستانس إنزين أنتوا ضبطوا أموركم وقولوا لي أقول أهم شيء المكياج والله بغير لوكي تعبت من هاللوك بيه بسوي لوكات ودنيا بنات مو لالف البنانة أي بنانة أنت إيش قاعدة تخربطيني يا ندى؟ رفيجتي أميرة امطرشة صورة رايلي بولان مع ريايلكم في البنانة ريايلنا؟ شوفي شوفي مريم سعود أنا تشذب علي وتقول لي إنك رايحة أفريقيا وأخذت البنانة أنا رويك إن ما ذبحتك ما كون أنا ميمي أشوف لا وفري لابس لي شورت أزرق تقولين دلفين البحر انت بس هاي الهامج يا شماعة تتزنب فينا اقول يلا يلا قوموا على وين على البنانة طبعا اقعدي انت اول شيء خلينا نفكر شلون بنتصرف معاهم يا أميرة اللي سوتيه غلط شلون تصورين الريال وتروحين تطرشين حق زوجته تدرين هاي يسمونه خراب بيوت وانت ليه زعلان وعلى فكرة لو انت كذبت علي وصاحبتي اللي شافتك كانت عملت نفس اللي انا عملته حرام عليك الريال ما ضرني في شيء ليش سويتي كذي امشي بس امشي احسن خليها تعرف على حقيقتي واي بسكم عاد تصيحون يبلكم ليمون علشان جديد بردون على قلوبكم بعدين هذيل ريايلكم ما يستاهلونكم تصيحون علشانهم انا موت وعارف هم ليش كذبوا علينا طبعا يا حبيبتي لازم يكذبون عليكم عيل شنو تبينهم يصارحونكم انهم متزوجين عليكم ويروحون يشوفون زوجاتهم الثانيين اي زواج واي خرابيط انت شفيتش يا نيتي اصلا سعد مستحيل يتزوج علي عيل عطيني تفسير واحد انتو يا الثلاث المرح ايش حق ريايلكم يجذبون عليكم انا اقول لك يمكن حابين يسافرون سفره ريايل بروحهم لا والله صدق سمعيني حبيبتي لو كان هذا السبب صدق ما كانوا ريايلكم سووا لكم هالاكشن والافلام والدراما ها اقول شغل راحه شوي انا اقول ندق عليهم ونواجههم انتي صح لازم نواجههم تدرون ليش لانهم بيكذبون عليكم مره ثانيه وثالثه ورابعه انت وياها وياها سمعوني عدل ايش رايكم كذي نسوي خطه ونصيدهم بالجرم المشهود
موافقين. ايه موافقين. موافقين. لحظة برد على قلبي عشان افكر لكم في الخطة. شلون بعد؟ ما بغيت قلتها. ألف ألف لعبك لعبك كلش. دمنا عليك هالقميص هذا اللي كله ليمون هذا الظهر مثقل عليك. من أول ما وصلنا المنتجع وأنت قاعد تطنز علي. الناس على بالهم إني أجنبي مش عربي. يا رجال. أنت لعب زين. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا أخوي. الأخ أبو هلال؟ لا سلامك، هذا أبو هلال. تفضل أخوي آمرني أنا أبو هلال. أبو هلال الصراحة بقول لك شيء بس مستحي منك. لا يبقى سلف ما عندي. يبقى خلص علينا، خلص علينا، ورانا لعب. أي سلف؟ أنا زوجتي تعرف زوجتك. أي. والصراحة زوجتي صورتك وطرشت صورتك حق زوجتك إنك معانا في المنتجع. شنو؟ شنو؟ الله يخرب البني زوجتك. سوت زوجتك سوت. لو سمحت لا تغلط على زوجتي، انا اعالج الموضوع هني. يا جماعه فكروا معاي شلون اطلع من هالورطه. يبقى انا حاس بيصير شيء في هالموضوع. يا جماعه لا تحاتون الموضوع عندي. اسكت 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 ولا كلمه اسكت. اخرج اخرج موضوع عندك. ما حد مساكن لنا اللي انت. اذن منك اذن. سمعوا انا واحد راجع البيت. سمعتوا انا واحد اخاف من زوجتي. بتقولون عني جبان؟ نعم اخاف من زوجتي، مو قاعد معاكم. زين تبون رايي؟ انا اقول عجلوا كلكم اطلعوا من المنتجع لان حريمكم ممكن يطبون عليكم في اي وقت هني. انت من صدقك لا ارقعك بهالكوره هالحين. يا جماعه نعم خلكم شاهدين، اذا صار فيني شيء ذنبي برقبه زوجته. لا تهدى يا ابو بخيت، لا تهدى يا فرج. انا ما ادري شلون بمسك نفسي وما اشوفه. لا حبيبتي تكفين، مسكي اعصابك، ما نبي تهور. والله لذبحه لو شفته. انا اللي قاعده طول الليل افكر فيه وحاتي لا يصير في شيء. لا وتارست له شنطته ادويه يا عل الويعه اللي تويعه. والله لو اوريك لفروي لا خليك تلف على نفسك الف لفه. علشان تصدقون كلامي، ريايل ما منهم امان. ما شاء الله يلا نزله. بسم الله. شوفوا المكان انت و... ويوم اقول له تعال ودني ولا سفرني يقول لي ما عندي فلوس لرويكم فيه. لا مش مختارين اي مكان، مختارين البنانة. والله يلا يا الربع حياكم حياكم. قل هذول حريمنا. ها اشردوا. الحمد لله على السلامة يا بنات، والله نورت المكان. بسرعه. وانت اشتراك انت حريم اشتراك. انت ايش فيك انت؟ انت بنصجك. انا اعرف حرمتي من بين نسوان العالم كلها. الله لا يسامحك، الله لا يسامحك يا سامح. انا ايش دخلني انا بعد؟ شو نسوي احنا؟ شو نسوي؟ بسرعه اشردوا اشردوا. اهربوا اهربوا. وين؟ بنات اعرفكم، هذه رفيجتي اميره اللي طرشت لي صوره ريايلنا. مشكوره حبيبتي ما قصرتي. يستاهلون، زين اللي سويتي فيهم. دواقبي. وبعدين يا حبيبتي الموقف اللي حصل معاكم ممكن يحصل معايا انا كمان. اصل الرجاله كده ما يتامنوش. لا على الطهر يا اميره حبيبتي، انت يوم شفتي ريايلهم كانوا بروحهم ولا كانوا معاهم حريم؟ لا يا حبيبتي بصراحه كانوا كلهم موجودين لوحدهم. شفتي يعني انت اللي ظلمتهم؟ لا يا حبيبتي اكيد للحين ما وصلوا. اصلا انت انسانه فاشله وخطتك كلها غلط في غلط، وازواجنا حبيبتي مو متزوجين علينا. لا انت اللي مو من صدقك. معقوله مريومه للحين يعني انت مصدقتهم؟ سمعيني انت وياها وياها، احنا مو جايين نسوي شيء، كل اللي راح نسويه بنراقبهم من بعيد، وان ما صدنا عليهم شيء خلاص كل واحده تروح بيتها وكانه شيئا لم يكن. ما هو عشان كده حجزت لكم غرف جنبهم. انت تعجبيني. عشان تعرفون هذه الرفجه الصحبه مثلكم. وي نعم. يا ربع يا ربع احنا شو نسوي احنا؟ شو الدبره شو الحل؟ انا ما ادري ليش انتم خايفين منهم. انا لو مكانكم بطلقهم.
شو اللي طلقهم انت؟ تخابل تخابل ما يدور. اسمع ايش يقول، يقول نطلقهم. لا والله انت ولا نفس ولا اسمع منك كلمه. انت تدري هالمشكله وهالورطه اللي احنا فيها كلها بسببتك؟ لا يا حبيبي لا بسببي ولا شيء. وبعدين تعال انا بقول لكم شغله، انتوا الحين حريمكم هذيله ما سويتوا لهم شيء غلط، وبعدين انتوا شلون تخلون حريمكم يطلعون بدون شوركم؟ والله عدل كلامك. اسمع مكذبين عليهم وقال لهم بنروح قريه، قريه في افريقيا عندنا شغل. بعد ما تبي نطلع احنا كذابين؟ عيل تدرون شلون؟ شلون؟ ما في الا نظام واحد، نظام الهجمه المرتده. والله هجمه المرتده انا الان اللي بدربها وياك، لا اعطيك على عينك بالطراق اخلي طول عمرك في غيبوبه انت. أيوة انت السبب انت تستاهل. انا السبب؟ ايه يبقى خلاص، اذا رايي وكلامي مو بعاجبكم تصرفوا بروحكم، سووا اللي بتسوونه، انا جاي هني بستانس واريح مخي، مو بعور راسي بسوالف حريمكم. يا الربع الله يرحم والديكم، يا الربع خلونا نفكر ونشوف لنا حل في هالورطه. الله الله يرحم. صارت هذه اكيد حريمنا عرفوا رقم الغرفه. لا زوجتي بتطيح علي كلها بسبتك. قص صوتك، اهدى اهدى، لا توتر وجهك، لا توتر. سامح اليوم يومك يا ولدي. تكفى يا اخوي لا تبطل الباب، اول شيء طلب العين السحريه شوف مريم الشايله وياها. تكفى عد اليوم يومك يا اخوي. ان شاء الله تكون شايله معها ساطور. فال الله ولا فال. الحين خفت ها؟ خل 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 اروح ان شاء الله يحصل اول ضربه مرتده. الله يستر بستره. حياك حياك يا اخوي، تفضل تفضل. الله يستر. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا السلام. هذا انت؟ انت من صدقك انت؟ راج وجهك من مكان لمكان تلاحقنا، وقفت قلبي على بالي زوجتي. شنو موضوعك انت؟ سالفتك ايش تبي؟ انا جاي اقول لكم ان حريمكم يراقبونكم ومسوين خطه عبالهم ان انتم متزوجين عليهم. تعال انا بقول لك هذا. انت وين تجيب الاخبار هاي العلوم؟ وين تجيبها؟ من زوجتي. تدري النسوان ما يمسكون لسانهم، فانا زوجتي قالت لي وقلت هي اقول لكم. يبا زوجتك تشتغل جاسوس؟ يا الربع الله يرحم والديكم. خلونا نشرد. يبا لا نشرد ولا شيء، نتصرف عادي وكأن شيئا لم يكن. اي كأن شيء لم يكن، انت من صدقك انت؟ ايش فيك؟ خلنا نشرد. يبا اسمعني يبا، يبا احسن طريقه للنجاه انك تخلي العدو يغلط، زين؟ علشان نكون احنا في محل الهجوم. تعال ما قلت لي انت شو اسمك؟ عبد الحميد. عبد الحميد والنعم والله عبد الحميد. والنعم بحالك. عبد الحميد راح نحتاجك معانا لمراقبه الاجواء، ايش رايك؟ تم، احنا الريايين مالنا الا بعض، راح اوقف معاكم واللي تامرون عليه. اشوفكم انت وياها. اي عفيه، هذه الافكار صح، كذي ريايلكم ما راح يعرفونكم. كل هالجمال وكل هالدلال وكل هالكياته واخرته سعود الدب يتزوج علي. اقول يلا يا بنات ما عندنا وقت، مشينا يلا 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 امشوا امشوا بسرعه. لا بدنا نضربك بسرعه شنطتك. زينب انت متاكده ان هالخطه بتجيب نتيجه؟ انا متاكده مليون بالميه، بس ها سمعوني عدل، اياني وياكم وحده منكم تتصرف من راسها، لو سمحتوا خلونا نتعاون على انه فريق واحد، ممنوع التصرف الفردي. اهم شيء في الموضوع ان رفيجه ندى راح تعطينا تحركات الشباب اول باول. بنات جاهزين؟ جاهزين. هيا بنا. اقوم جايين صوبكم. شنو هذا؟ متذكرين؟ اشكالهم متغيره، انا بعرف صوت كل واحده فيهم. اكسكيوز مي، منيو بليز. اكسكيوز مي، مسويين فيها اجنبيات. بس يا الربع الصراحة زوجتي بالباروكة يلا يلا صايرة حلوة مثل المطربة الأجنبية بيونسي. عرفتها اللي تغني وان ايفر. هذه الشكيرة يبا هسه هذه ايش يقول؟ إلا ما قلت لي يا فري. نعم. شنو الأحسن الأولى ولا الثانية؟ طبعا الثانية، لأن الأولى تعبتني وايد. شفتوا 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 كلامي طلع صح؟
أنا ياخذ علي الثانية والله لا أذبحه. والله تبي الصراحة أنا والله كنت أول متردد. شلون؟ لكن الصراحة يوم شفت يعني فري خذ الثانية أنا تشجعت. عاد أخذت الثانية وارتحت. الحين أروح وادي على كيفي أسافر، لا حد يقول لي وين رايح ولا وين جاي. كفو عليك والله، كفو والله كفو. خليني خليني أروح أنحره. أنا هالفيل الأثول يتزوج علي؟ إيش في صاحية صاحية أنتِ؟ تبين تدشين السجن بسبة واحد ما يستاهل؟ والله صدق كلامك إنه مو يستاهل. أقول يا ربع أنا بشركم الحين أنا قررت أسوي مثلكم وأخذ الثانية. يا زين عجبك؟ أنا يا أبو هلال تتزوج علي؟ والله أخلص عليك قبل تسويها. بقول لكم على شيء، انطلقوا حان وقت الهجوم. نحو الجرعة الثانية عقب ما تاخذها لازم ترتاح في البيت. شفتي قاعدين يتكلمون على اللقاح؟ ما اعرف انت بتودينا في داهيك. انتوا يلا قوموا بسرعه قبل ما ننكشف. جبرتي تركض كذا بس شعر. اقول هي سراحهم. لكن سامع خوش فكره، برافو عليك والله. وياها وياها الصاير بعد قاعده تسالين وياها وياها وياها. بغيت تودينا في داهيه يا العله. زين ما سمعنا كلامك وواجهناهم ولا الحين مطلقين؟ انا ما قهرني الا اللبس اللي هم لابسينه، متى مداهم يشترونه؟ ها عشان تصدقون كلامي يا حلوين، كل شيء مخططين عليه من قبل ومجهزين له. انا خاطري اعرف ايش هالصدفه اللي خلتهم يصرفون على ثاني اول ما دخلنا المطعم. ها ها هذا انت قلتيها بروحك. سمعوني يا حلوين، ترى كلنا عبالنا في البدايه انهم يتكلمون عن الزوجه الثانيه، ما كنا ندري انهم يتكلمون عن اللقاح. وبعدين بقول لكم على شغله، انا لو زوجي يعني كان مكذب علي كان من البدايه طلبت الطلاق. خف علينا يا ام طلاق، وانت ايش فيش مستعيله ومتصروحه على طلاقنا؟ ولا ما في حد من الطوابير مر؟ حبيبتي الطلاق ما منه فايده، ما راح يغير شيء في الموضوع، لذلك خلنا نقعد على قلوبهم على الاقل نغثهم. صراحة يا بنات أنا راسي وايد يعورني، بقوم أبدل ملابسي وأرتاح. أميرة قاعد تدق، خلني أشوفها. ألو، هلا حبيبتي. لا والله، يلا جايين. خير، إيش قالت لك؟ الشباب الحلوين نازلين على البحر. يعلهم يغرقون، قولوا آمين، وخاصة الفيل. عاد الفيل مالك بيغرق بروحه، ما له داعي تدعين عليه. سمعوني انت وياها وياها، الحين بنقوم بنغير ملابسنا وبنهجم عليهم على البحر. ها اوكي اوكي قوموا هجوم. يلا شالوا. سمع البلد سبح شبلاك انت. يا سعد وينك سبح؟ انا اخاف البحر. افري شو البحر؟ ما يقول لك شنو ابني. يا ايش فيك انت؟ سوري 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 اكسكو مو ابس يوكسكو هيا اسكي قميص وانا عندي مريض. سوري سوري برافو عليك شبر. اي برافو اي برافو، طلع عنده موعد، يقول عنده موعد. وي عنده موعد اقول من بيطلع هاي ريلة شويها أصلاً؟ أقول لك احترمي نفسك، لا تتكلمين عن ريلي، ترى هذه عين السح. أنا لازم لازم أعرف وين مكان الموعد. Thank you.
اخوي عبد الحميد فهمت الخطه؟ ايه فهمت فهمت. عيل يوم انك فهمت عيل خل زوجتك تتصل بحريمنا وتفهمهم ان احنا ننتظر ناس على القدم. تم اعتبره صار. خلاص وانا بتصل على الشباب بتفاهم وياهم. المهم يا شباب ادعوا معاي يا رب بس ما نتوهق. لا ان شاء الله ما نتوهق. الله يا الربع. نعم تهقون يعني موضوعنا هذا راح يعني يمشي معه. ايش ما يمشي الله يهداك. وبتنجح الخطه اكيد. باين على زوجة عبد الحميد يا جماعه. ايه. رايت سوالف وبربره. اي والله اخوي. ايه. سعد ابيك في موضوع خير ان شاء الله. عندك بس لا تفهمني غلط. لا بالعكس يعني ربع واخواته. هذا قول اللي عندك. البنيه الرابعه اللي وياهم ايه متزوجه؟ والله يا سامر انت ليش تسال؟ ليش ليش مجرد سؤال. انت ايش دخلك انت؟ ايه هو اصلا يسالني انا. انت تنقز هذا مع العيون هذا. ايه شوف يا سامح. ايه؟ صراحه مو من زوجتي. ايه؟ لكن هي راعيه المشاكل كلها. يا اخي حيه هذه من كثر عقرب. سمعت عن عقرب زود؟ ايه؟ هذه هي الحيه وعقرب. ايه؟ زين يا جماعه. نعم. انا بروح قبل لا ايه هذه اللي اسمها عبد الحميد ومرته. ايه؟ وبرجع لكم. ها لا بس لا تاخر علينا. ان شاء الله ان شاء الله. يلا مو متزوجه؟ لا مو متزوجه. بلا. لا مو بسامح لو ودي. شو بلا هذي زمان يعني. يومين هادين كل مصالحنا وقاعدين نراقبهم وفي النهاية ما مسكنا عليهم شيء. لا والموعد طلع حق المساج. أقول أنا من اليوم وساير ما راح أشك في ريلي كلش. أقول حتى لو ما مسكتوا عليهم شيء يكفي ان ريايكم كذبوا عليكم وهذه بحد ذاتها غلطه كبيره ولازم يتحاسبون. عندهم هذا اطلب بس انا واحد منهم. هذا سبسي سبسي وصلوا 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 وصلوا. هذيك ان راي رفيجتك. اه هو شكلهم كذا مستنيين حد. خلينا اتصل بندى اقول لها. وايد متفرغه انت الصراحه. اي والله لم ثيابك. سكتوا سكتوا اميره تتصل. اي ردي عليها. هذه رفيجتك اللي ما خذينا من وراها شيء. اقول سكتي. الو هلا حبيبتي اميره. شنو؟ لا والله. يلا حبيبتي جايين. خير ايش عندها بعد هالمره؟ ايش فيها؟ ولا شيء. تقول ريايلنا قاعدين في مطعم وحاجزين طاولة فيها 6 كراسي بس. شفتوا ان كلامي طلع صح؟ اقول يلا خلنا نروح نشوف شنو الجديد اليوم بعد. سمعيني انت وياها وياها هالمرة بنروح بس ها نص هجوم اوكي؟ صدق نص هجوم. قطع امشوا مشينا. ما شاء الله ما شاء الله الأجواء وايد حلوة في أفريقيا. إيه وتقولي ما في نت ولا في شبكة. لا وأهم شيء الوضع الخطير صح؟ مريم إصرار. ده أنت شلون تطعم البيت من غير شوري؟ أنت شايفة كذي؟ أنت جنتي. سموحة يا شباب شكلنا جينا في وقت غلط. شلون؟ يلا ما عليك الخلاص. بهلال بهلال بهلال. نعم نعم خلصيني ايش تبيني؟ والله اسفه انا غلطت واعتذرت. شنو اسفه واعتذرت؟ شنو عقبه؟ عقب ما فضحتيني قدام خلق الله؟ احنا الاثنين غلطنا، انت كذبت علي وانا جيت هني بدون ما استشيرك. صدقيني يا ندى انت بس لو تخليني الشك عنك شاف ما صار لي صار. وبعدين سمعيني ما ابي اشوفك قدامي تقلعي. لكن اسمعي ما بيش تسأليني وين رايح وين جاي ومع من وقاعد وين مسافر. أنا ما بي أقعد عندك. بهلال بهلال تكفى أنظر شوي. فري أنا آسفة. آسفة هاي تصرفينها ببيتكم سامعة؟ أنا ريال ما في ثقة فيني. ليش أنا ما أدري ليش كنت أخب منك؟ ليش أنا ما أدري تدري عاد ذلفي عندي. فري خذني وياك. سعد وقف خلنا أفسر لك الموضوع. إيش تبين؟ مريم أنا تفسرني قدام ربعي يا مريم؟ كله بسبتك أنت اللي كذبت علي وقلت لي إنك رايح أفريقيا مع الشغل. إذا كذبت علي تكلم منك أنت. يا مريم سكة علي سكة. لا تخليني أقعد مع ربعي. لا ألعب ورقة لا أروح رحلات لا أسافر
ليش؟ صكعني صكة خندتني لا وعلى كذي هدى البيت ولحقتني لين هني استبيد بدون غير استئذان لحقتني شلون استأذنك وأنا أبي أصيدك؟ تبي تسديني؟ الحين سديني عاد الحين سعد يلا سعود أخري عن وجهي أخري عن وجهي سعد سامحني لو سمحت يا أختي ممكن أساعدك؟ بساعدك اختي زين اختي ممكن رغم الوالد لان بصراحه ناوي اتقدم لك اقول لك تلحقني انا اشفقت لا ما في يلا يلا لو ندري كانوا مسوين فيهم هالشكل من زمان لو تخليت ولي هذه الخيمه هذه لحقتني لي خلاص عاد بنات لا تسهلون عمركم اقول انت سكتي ولا كلمه ما ابي اسمع صوتك اي طبعا طبعا مستانسه فرحانه الريل وحصلتي على اساس الريايل ما فيهم امان وحقتينا وقعدتي الله يستر بنات عقب ما يكتشفون اللي احنا سويناه تفضل استاذ هذه الفاتوره متاعك شنو هاي سعد شيك اقرا الفاتوره وانت شيك ما تعرف تقرا انت عميت من الفاتوره عمتني عاد زين روح قلبي بنحرق هذا اشتحوش ليش بيس ليش هالمبلغ هذا احنا لك هالليلتين يبا تاكدي من رقم الغرفه يمكن غلطانه ولا شيء غرفتكم رقمها 6008 هكا ولا ليش هكا هذه هي الفاتوره اما عليها خدمات انتم واخدين كريمات من الصيدليه عاملين مساج 13 مره وعاملين بيديكور مانيكور وماسكات للوجه فري شبيك انت مسوي بديكير بديكير مالهم؟ انا ايش عرفني هاي مالهم ما اعرف ايش فيك انت بقى مهلال لبيه انت حاط كريمات ويك؟ صدقك انت؟ لا عيب انا وجهي مشدود طبيعي ما سوينا يا اخي استاذ الخدمات واخذينهم من سيكم وسجلوهم على رقم الفيلا متاعكم هكا انا والله خليك ترجع للدوحه السباحه أنا وسعد على الوعد في فلاشة عطي مثل وفي مثل نبي قناعات أنا وسعد على الوعد في